رحب بحضراتكم مرة تانية في 10 الصبح في الأهلي والفقرة الإخبارية. ونروح بقى دلوقتي فيديو جراف عن الباركور. هو رياضة بس هي لسه مش مصنفة أو هي لسه مش مفهومة قوي، هل هو فن من فنون يعني القتالية ولا هي ليها علاقة بالجيمناستيك أكتر والجمباز والحاجات اللي زي كده؟ يعني الناس لحد دلوقتي مش مصنفينها، ولكن هي الكلام عليها إن هي بتساعد على التغلب على الألم والتغلب على الخوف والحاجات اللي زي كده. خلينا نروح نتابع ونرجع نعلق مع حضراتكم. We'll be right back.